عمر خورشت وميرفت أمين وحكاية سنة واحدة جواز. من الزيجات الشهيرة والسريعة في الوسط الفني في فترة السبعينيات كان جواز عازف الجيتار والفنان الشهير عمر خورشت بالفنانة الجميلة ميرفت أمين. ورغم أن الصور اللي اتنشرت ليهم وقتها كانت بتدل على قصة حب كبيرة، إلا أن الواقع كان غير، فالجواز انتهى بعد سنة واحدة. فيا ترى كان إيه السبب؟ تعالوا نعرف. سنة 1972 كانت سنة مليانة بالأحداث في حياة عمر خورشت. في السنة دي شارك ميرفت أمين ورشدي أباظة بطولة واحد من أجرأ أفلام السينما العربية، وهو فيلم أعظم طفل في العالم، واللي تعرضت ميرفت أمين بسببه لانتقادات كتيرة بسبب كمية العري والمشاهد الجريئة. وفي السنة دي انفصل عمر خورشت عن مراته الأولى أمينة السكري، وفي السنة دي برضو اتجوز الفنانة ميرفت أمين اللي كانت وقتها فتاة أحلام كتير من الشباب، وكانت لسه متطلقة من جوزها الأولاني المطرب السوري موفق بهجت. ودي الجوازة اللي أعلنت ميرفت أمين ندمها عليها بعد كده. بعد سنة واحدة من جواز عمر خورشت وميرفت أمين اتفاجئ الجمهور بانفصالهم، وبعد وقت قصير رجعوا تاني لبعض. وقال عمر خورشت وقتها في مقابلة مع مجلة الكواكب سنة 1973 إنهم رجعوا لبعض عشان النفوس تهدى، وعشان كل واحد يحدد بهدوء موقفه من التاني. لكن هل ده حصل فعلا؟ الإجابة لا، لأن عمر خورشت سافر وقتها بيروت عشان يشارك في فيلم جيتار الحب، وقعد هناك شهرين واعتبرها مهلة للتفكير، وكانت النتيجة أنه اقتنع بأن حياته مستحيل تستمر. وقال عمر خورشت أن الانفصال كان من مصلحتهم هما الاثنين عشان يفضلوا أصحاب، لأن رجوعهم لبعض هيزيد المشاكل وده ممكن يخليهم يفقدوا صداقتهم. لكن ايه اللي وصل الامور لكده؟ بيقول عمر خورشت ان اركان نجاح الحياة الزوجية ما كانتش كاملة بينهم، وما كانش فيه امل ان هي تكتمل، وبيشوف ان اهم ركن لنجاح الجواز هو رعاية الاتنين لبعضهم، وده ما كانش بيحصل بينهم لان الاتنين كان كل وقتهم لشغلهم. وقال كمان انه كان بيرجع البيت مرهق مش بيلاقي حد. واعترف عمر خورشت انه ما طلبش من ميرفت امين ان هي تقلل من شغلها لان هي كانت في مرحلة الانتشار، واعتبر كمان انه طلب زي ده انانية منه لانه كان في نفس المرحلة، وزي ما شغله مهم شغلها هي كمان مهم، وزي ما هو عايز يعمل اسمه هي كمان عايزة تعمل اسمها. عمر بقى ما كانش الزوج الاخير في حياة ميرفت امين، فبعد كده ارتبطت اكتر من مرة، وكان اشهر جوازاتها من الفنان حسين فهمي واللي استمر كذا سنة، لكن برضو انتهى بالطلاق. وميرفت أمين برضو ما كانتش الزوجة الأخيرة في حياة عمر خورشت، فتجوز بعديها من سيدة لبنانية وكمان من الفنانة مها أبو عوف، قبل ما تنتهي حياته في حادث مأساوي غامض وهو لسه ما كملش 36 سنة.